كان أكثر واقعية عندما هدد بالشو حارس المحمدية قطراني الذي تدخل موفقا في الدقيقة 37. دقيقة بعد ذلك نساخ يوزع حارس المحمدية من على رأس بالغ يبعد هذه الكرة الساخنة. شباب الوزداد انتظر إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. شتال تمكن أخيرا من الوصول إلى شباك قطراني منحا التفوق للشباب في المرحلة الأولى. نلعب دقيقة 53 ركنية تجد رأس بشو لكن العارضة حالت دون دخول الكرة. الشباب لعب أحسن في الشوط الثاني وتمكن من إضافة هدف ثاني في الدقيقة 71. بالغ فتح على طبق لسعيود يسجل هدفان دون رد لشباب الوزداد. اللاعب البديل بوسليو كاد أن يضيف هدفا ثالثا لولا التدخل الموفق لقطراني. وتأتي الدقيقة 85 بوسليو يمرر على طبق لبالغ دون عناء أسكن الكرة داخل شباك حارس المحمدية قطراني مانحا التأهل لشباب الوزداد بنتيجة 3 أهداف دون رد على حساب سريع المحمدية. الشباب إذن بثلاثية كاملة يتأهل، هل هو ضغط البقاء اللي يخلي